المكون: الجغرافيا، عنوان الدرس: مصر نموذج تنموي عربي. أهداف التعلم: وصف تجليات النموذج التنموي المصري، تحديد بعض العوامل المفسرة للنموذج التنموي المصري، استخلاص بعض المشاكل التي تعاني منها مصر. مقدمة: تشكل مصر نموذجا للجهود التي تبذلها الدول العربية لتحقيق التنمية الاقتصادية، فما تجليات هذا النموذج التنموي؟ وما العوامل المفسرة له؟ وما هي أهم المشاكل التي تواجهه؟ المحور الأول: تجليات النموذج التنموي المصري. ألف: الفلاحة. تتركز على ضفاف النيل وخاصة الدلتا، تربة خصبة، مياه السقي، ويتميز الإنتاج بتنوعه وباحتلاله لمراتب عالمية لا بأس بها: قصب السكر والقطن المرتبة 15، القمح المرتبة 16. ويسجل الإنتاج بنوعيه الزراعي والحيواني ارتفاعا ملحوظا. باء: الصناعة. يتركز معظم الإنتاج بالشمال وخاصة الدلتا، القاهرة، الإسكندرية، بورسعيد، ويتميز بتنوعه، لكن مع غلبة الصناعات الاستهلاكية الغذائية والنسيج مقارنة بالصناعات الأساسية والكيماوية: التعدين، الإسمنت، البترول. جيم: السياحة. تعتبر من أهم الأنشطة الاقتصادية: جلب 12.5 مليار دولار، تشغيل 1.4 مليون شخص. وقد عرفت مصر ارتفاعاً في عدد السياح الوافدين حوالي 12 مليون سائح سنة 2013، مما ساهم في تزايد المداخيل، غير أن هذا النشاط تأثر بشكل كبير نتيجة التوترات الأمنية والسياسية التي تشهدها البلاد. المحور الثاني: العوامل المفسرة للنموذج التنموي المصري. ألف: مقومات الفلاحة. طبيعية وبشرية: توفر أراضي خصبة وموارد مائية مهمة، نهر النيل، منشآت ضخمة، سد أسوان، يد عاملة خبيرة. تكنولوجيا: استخدام الطاقات المتجددة، تقنيات الاستشعار عن بعد، نظم المعلومات الجغرافية. مادية: دعم مالي من طرف الدولة، تمويل المشاريع البحثية، تشجيع المشاريع القومية والصغيرة. باء: مقومات الصناعة. تستفيد من وفرة العمالة الرخيصة ورأس المال وتنوع شبكة المواصلات، بالإضافة إلى وفرة المواد الأولية: مصادر طاقة، فحم، غاز، بترول، معادن، نحاس، حديد، رصاص، زنك، والتي تتركز بالشمال والشمال الشرقي. جيم: مقومات السياحة. حضارية وتاريخية: أهرامات، مواقع أثرية إسلامية، معابد فرعونية. طبيعية: صحاري، سواحل على البحرين الأحمر والمتوسط. تجهيزية: فنادق فخمة ومصنفة، شبكة طرق ومطارات دولية، القاهرة، الإسكندرية، شرم الشيخ. المحور الثالث: مشاكل النموذج التنموي المصري. طبيعية:
غلبة الطابع الصحراوي من حيث المناخ والتضاريس، مما يحد من المساحة الزراعية والتي لا تتعدى 4%. اقتصادية، عجز الميزان التجاري، الصادرات أقل من الواردات، ارتفاع الديون الخارجية حوالي 33 مليار دولار. اجتماعية، ارتفاع نسب البطالة 14%، وذلك بسبب التزايد السكاني وانخفاض الاستثمار، الأمر الذي أدى إلى تفاقم مشاكل الفقر والسكن غير اللائق. خاتمة. تواجه مصر مشاكل متعددة، الأمر الذي يفرض على المسؤولين بذل المزيد من الجهود لمواجهتها والتغلب عليها.